أشرس وأعنف المعارك خاضها الجيش العربي السوري على محاور الريف الغربي لمدينة حلب ضد الفصائل التكفيرية التي حاولت قلب الموازين على الأرض، لكنها لم تنجح. تضاريس المكان تبين ضراوة المعارك التي خاضتها قواتنا المسلحة في هذه المحاور: جبهة إكثار البزار، وجبهة جمعية الزهراء، وجبهة الفاميلي هاوس، وجبهة الراشدين الرابعة كانت مقبرة للفصائل الإرهابية. حينما استدرجت هذه الفصائل الإرهابية من قبل أبطالنا الأشاوس الذين نصبوا لهم كمينا محكم في منطقة الفاميلي هاوس وإكثار البزار، وأوقعوا في صفوفهم مئات القتلى والجرحى. تصدى الجيش العربي السوري لهجوم المجموعات الإرهابية المسلحة من اللحظات الأولى، وتم احتواء الهجوم واستدراج المسلحين إلى مناطق محضرة مسبقا، منطقة الفاميلي هاوس ومنطقة إكسار البزار، حيث دخلت تلك المجموعات إلى المنطقتين المذكورتين بأعداد كبيرة، وتم تطويقها وإحكام السيطرة عليها وقطع خطوط الإمداد ومن ثم الإجهاز عليها بوسائط مختلفة. الفصائل الإرهابية خرقت هدنة وقف إطلاق النار وهاجمت هذه الجبهات غير آبهة بما اتفق عليه بين الأطراف الدولية. البارحة بعد إعلامنا عن سريان الهدنة تم الهجوم من قبل المسلحين على ثلاث محاور: محور دوار المالية، ومحور كساري بزار، ومحور الفاميلي هاوس. وعند إعلامنا وصول معلومات بأن من سيتم الهجوم على كساري بزار، تم سحب قواتنا من كساري بزار بالكامل ونصب كمين محكم للمسلحين. وعندما تم معرفة أن المسلحين دخلوا إلى الكسار بزار بشكل كامل وكنا نراهم بالعين المجردة، وتم التعامل معهم بكافة أنواع الأسلحة، والحمد لله بعد انتهاء المعركة وعندما تم اقتحام الكسار بزار وجدنا أعداد كبيرة من المسلحين في الأراضي. هجوم الفصائل الإرهابية على الجبهات الغربية لمدينة حلب يعتبر الأكبر من نوعه، هجوم استمر لأكثر من 20 ساعة حاولت من خلاله الفصائل الإرهابية استعادة زمام المبادرة وتغيير الخارطة الميدانية على الأرض، إلا أنه عاد عليهم بخسائر كبيرة وانكسار في صفوفهم. المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي تفقد قواتنا العاملة على الأرض في جبهة الفاميلي هاوس، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل جنودنا الأشاوس الذين صدوا هجوما كبيرا ولم يسمحوا للفصائل الإرهابية التقدم في هذه المحاور. بالأمس والأول من أمس كانوا يتشدقون في وسائل إعلامهم المغرضة بأنهم دخلوا إلى الفاميلي هاوس وإلى الأماكن الأخرى المحيطة بالفاميلي هاوس. نقول لهم جميعا: ها نحن وكل القادة العسكريين والقيادة السياسية في حلب موجودين، نحن ها في الفاميلي هاوس ونتكلم من هذه المنطقة. لا يمكن لهؤلاء المرتزقة عملاء أردوغان وعملاء السعودية أن ينالوا من هذا الشعب ومن هذا الموقع، لن يستطيعوا أن ينالوا من حلب ومن كل أحياء حلب ومن كل هذه المحافظة، لأنه يوجد بواسل أبطالهم، بواسل جيشنا العربي السوري وكل القوى الرديفة لهذا الجيش التي تجعل كل نقطة في حلب عصية على هؤلاء المجرمين القتلة. وأكد الأمين القطري المساعد خلال تفقده لبعض النقاط على جبهة إكثار البزار في جمعية الزهراء أن الجيش العربي السوري لا يقاتل الإرهاب دفاعا عن سوريا فحسب، وإنما دفاعا عن العالم أجمع. أنا موجود بينكم الآن في هذا الموقع لأنقل إليكم ومن خلالكم إلى كل أبنائنا الشرفاء الطيبين في جيشنا العربي السوري تحيات ومحبة قائد هذه الأمة، القائد العام للجيش والقوات المسلحة السيد الرئيس بشار الأسد. جبهات مدينة حلب جميعها آمنة وفي قبضة محكمة، نعم بقبضة قواتنا العاملة على الأرض بكافة تشكيلاتها التي تدافع عن حلب وأهلها. بدر جدعان، التلفزيون العربي السوري، حلب.